ايه بقى ابرز الحالات النهارده اللي ممكن نشير اليها في هذا الشكل الذي يبدو اقرب للمثاليه في التحكيم النهارده؟ النهارده هنتكلم في حالات، مش عارف عندنا مع الحالات ونشوفها. نتكلم مع بعض. الراجل النهارده السلاسه التحكيميه والفار، انت مش حاسس بفار خالص، انت مش حاسس بحاجه في الملعب، حاسس الدنيا سهله، الدنيا ماشيه بوتيره سهله. ده اللي كنت بتشوفه في اوروبا، بتشوف كاس العالم، بتشوف بطولات اوروبا، بتشوف القصه دي. هنتفرج على الحالات التحكيميه مع بعض. اول حاله، ولو تيجي على الشاشه الكبيره هنجيب كل حاجه كلها. دي الحاله الاولانيه، لمسه يد موجوده. تمام، دي لمسه يد موجوده على لاعب النادي الاهلي، دي كانت في بدايه المباراه في الدقيقه 11 على ما اتذكر. الايد في وضع طبيعي، مش مكبره الجسم، وبالتالي قرار سليم باستمرار اللعب. الجميل في اللعبه ان المساعد بيقول له، المساعد جاب كده اشاره ان مفيش حاجه، العب، وبيدي له قرار مساعد زميله، مش مستني حكم الفار. بعد كده تيجي اللقطه دي، بس اقف عندها، انه كان لازم الحكم، لو مع كامل الاحترام والله انا بحاول امسك الفاظي وابقى واضح، بس عشان هم اللي بيقولونا كده، كان الحكم بتاعنا وقف فيها واستنى الفار وسمع، واللعيبه اتلمت حواليه، وكان في انذارات ومشاكل وبتاع. اللعبه مش لعبه سهله، اللعب على فكره، اللاعب اللي لعب الكوره، يعني زيزو لعب الكوره متاكد انها مش ركله جزاء، يعني هو نفسه متاكد انها مش ركله جزاء. المشكله ان تبقى اللعب سهله برضو يا كابتن جهاد، ماشي، بس برضه هو التعامل كان سلس، يعني تعامل الحكم بالظبط، مفيش. المساعد كمان اكد الحكم قراره، الحكم الفار بعد كده اكد قراره، وبالتالي قرار سليم. ليه داخل الجسم، مش مكبره الجسم، لمسه دي موجوده ولكن مفيش فيها تعمد، وبالتالي مفيش ركله جزاء، استمر اللعب. ده القرار الصحيح، قرار صحيح من الحكم والمساعد ومن حكم. طب نشوف اللي بعده. دي اللعبه دي جبتها، في تسلل موجود لكن لو مفيش تسلل هنروح لركله جزاء النادي الاهلي. يعني هو الراجل حسب التسلل، المساعد رفع التسلل، هنشوف التسلل من الزاويه الثانيه، هتبان ان في تسلل مظبوط، هو الراجل بيكلمه ان في تسلل، وبالتالي خد القرار وصفر. الصفاره طلعت بعد الالتحام، يعني الرايه طلعت لكن الرايه استمرت، التسلل واضح جدا، مش محتاج خطوط التسلل. الصفاره طلعت بعد الالتحام ليه يا كريم؟ عشان لو حصل والتسلل ده مش مظبوط، الفار هيرجعه ركله جزاء، وبالتالي لعب الكره لاعب النادي الاهلي، وعواد عمل دخل باهمال، وبالتالي كان لو ما فيش تسلل هيبقى فيه ركله جزاء، لكن التسلل موجود مظبوط، الفار اكد على القرار، والدنيا سهله. الموضوع مشي ببساطه، والتسلل موجود وما فيش مشكله. اللعبه اللي بعد كده بنتكلم في لعبه امام عاشور الابرز في المباراه، التلامس اللي حصل ده يعني بنقول نوت انف في الـ في الـ في الفيفا، لما مش كافي احتساب ركله جزاء. صحيح، هتبان قوي الفار لما خد القرار او اكد على قرار الحكم، هتبان قوي من ورا الجون اللمسه، التلامس اللي حصل، هل ده تلامس، هل في شد، هل في مسك؟ ده بنتكلم ان هو اللي حصل ده، التلاحم اللي حصل او اللمس اللي حصل من ده مدافع النادي الاهلي لا يرقى اللي حصل ده. اللمس ده مش دفع، الوضع اليدي بالمنظر ده مش لا في دفع ولا في مسك، تبان اكتر من الزاويه اللي ورا الجون. هنجيب الزاويه ورا الجون، طبعا هو امام عاشور لاعب ذكي، حط رجليه في الارض ووقع بالمنظر ده، الزاويه دي هتبان، اللمسه دي اللي ممكن ترقى ركله جزاء، وبالتالي الحكم في زاويه رؤيه ممتازه، شايف ان بتوين الاثنين لعيبه، وبالتالي خد القرار باستمرار اللعب، والرجل ما فيهاش اي احتكاك. لا خالص، مش في الرجل اي احتكاك خالص، احنا بنتكلم على الايد اللي فوق. بالظبط، الايد اللي فوق دي لا ترقى ركله جزاء، مفيش دفع، مفيش مسك، وبالتالي قرار حكم سليم. الجميل بقى في القرار ان حكم الفار لما بيراجع، مش هقول لك تعالى شوف وشيل انت بقى الليله زي ما بيقول لك، لا، احنا بنتكلم بقى على هو ده الحكم الفار اللي اتدرب وقال انا اشيل مسؤوليه. اللعبه مفيش فيها ركله جزاء، ومفيش خطا واضح للحكم، وبالتالي صبرت الحكم وقرارك سليم واستمر اللعب. يعني الموضوع سهل، الدنيا سهله والتحكيم سهل. اللعبه دي احنا كلنا في اللايف قلنا ايه اللي حصل، يعني فين القرار ده جاي من المساعد. المساعد على فكره في الهدف كمان ما بيرفعش الرايه، بيتكلم في كوميونيكيشن سيستم موجود، فبيقول له جول جول جول، وهتلاقي المساعد طالع بالمنظر ده، طبعا هو هيشوفها من هنا، دخول الكره بكامل هيئتها من المكان اللي هو فيه ده، يشوف يتاكد ان الكره دخلت من المكان ده، يشوفها، المفروض يوصل للخط كمان، لكن في المكان ده يشوفها كوضوح كمان. هو هتلاقي الحكم حتى في لقطه ثانيه، هتلاقي الحكم بيتحرك المساعد ويقول له جول، وبيصفر على المساعد، وبعد كده بينتظر الفار. هتشوفها في لقطه ثانيه. طبعا الهدف كره دخلت بكامل هيئتها وهدف سليم. كانت هتقف كتير دي عندنا يا كابتن جاي، كانت هتبقى مشكله كبيره، كانت ممكن الكره تستمر النص الثاني، وبص يعني انت تستمر النص الثاني وقصه كبيره، نستنى الفار وان احنا نشوف، لكن في الاخر الحكم صفر، المساعد ادى القرار، الحكم صفر، والفار اكد له خلاص، والدنيا سهل خالص، ووقت الفار قليل خالص. اللقطه دي جبتها لقطه تعليميه بس لحكامنا. في اثنين لاعيبه وقعوا على الارض، فطبعا في مراجعه فار، في احتكاك، امام عاشور راح يعترض ان يعني في ركله جزاء ولا حاجه، الحكم انتظر، كان ساعتها الكره في المباراه، كان ساعتها الوقت خلص، كان ساعتها الوقت خلص،
فالاستعجال ممكن حكم يصفر وتبقى مشكله وفي ركله جزاء والحاجه. هو انتظر قال استنى انا بسمع الفار وصفر نهايه المباراه. اه الفار اكد له ان مفيش حاجه وصفر قدامه، انا بسمع الفار باكد لك ان انا براجع. ممكن نثبت الصوره يا جماعه، هنرجع بس للقصه للعبه ثاني. نرجع لعبه ثاني. الراجل حط ايده على 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 ودنه وعمل اشاره الفار، انا بستمع للفار. فامام استنى عليه، انا الراجل جاي اعترض على ركله جزاء. فالراجل اكد ان مفيش فيها حاجه، الاحتكاك اللي حصل ده او اللي وقع حصل ده. هو طبعا الفار بيراجع اللعبه دي، الحكم دلوقتي يقول له استنى انا بسمع الفار معايا، ما تقلقش انا بسمع الفار وبراجع الفار. والفار بيقول له اوكي لو عايز تصفر خلاص الموضوع منتهي، ما فيش فيها ركله جزاء ولا فيها خطا. بس ممكن نثبت الصوره هنا يا جماعه لو سمحتوا، ثبتوا الصوره هنا بس لحظه. لا ارجع تاني عند الحكم كده وثبت لما يجيب وشه، عشان عايز الكابتن جاد ملحوظه شكليه جدا. اتفضل. بس هي مش شكليه قوي يعني. موضوع التدريبات البدنيه للحكام والاختبارات البدنيه، يعني دايما الحكم الاجنبي تلاقيه فت في جسمه، ما يعني فاهم، فت زي لاعب الكوره واكتر كمان. اه الحكام عندنا مش كلهم بيبقوا بالشكل ده، يعني في حكام طبعا بيبقوا فت بصراحه، بس مش كلهم بيبقوا كده. ده حقيقي. ليه؟ انا عارف ان هي ملحوظه قد تبدو شكليه، بس هي مهمه جدا عشان الحكم بدنيا بيحاسب زي اللاعب بالظبط. ما هو لو بدنيا مش جاهز مش هيبقى في اماكن كويسه في الملعب. لو استمر الاختبار البدني فير على الكل، هتلاقي كل حكامنا كده، لكن هو مش بيبقى فير. لا في ناس يعني لا توفق في الاختبار البدني اللي هو العام الدنيا كلها شايفاه، وبعد كده بتعمل اختبار نصح الصبح على الناس عملت اختبار. لكن لو استمر الاختبار البدني في مصر فير على الكل، هتلاقي كل حكامنا كده. فالاختبار البدني على فكره مش اي حد يعديه، اللي هو الاختبار الرسمي، الاختبار الفيفا. الناس لو نجحت اختبار الفيفا رسمي، هتلاقي كل حكامنا بالمنظر ده، وبالتالي الحكم اللي ما ينجحش مش هيصفر. صح. فانا في ناس حكام بقى من الناس محتاجاهم، فبالتالي تعمل لهم اختبار ينجحوا فبينجحوا. دي نقطة ده كلام بيحصل، ده حكاية حقيقية بيحصل. نقطة مهمة حتى لو شكلية، بس مهمة جدا عشان بدنيا الحكم لازم يبقى جاهز 100%.